مساء الخير، مساء السلام، مساء الفن، مساء الموسيقى، مساء الناصرة، قلعة الصمود. السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة المحترم، أعضاء البلدية الناصرة المتواجدين معنا، الأسير صدق المقت من الجولان المحتل، الأسيرة ورود القاسم وكل أسرانا البواسل، لهم ألف تحية شموخ وتقدير، ولكم نقول ما قال سيد الكلمة محمود درويش: يا دام العينين إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل. المجد لشهدائنا ولأسرانا البواسل، حاكموا الاحتلال من خلال معركة الأمعاء الخاوية، إضراب الوفاء والانتماء لفلسطين وشهدائها الذين دفعوا ضريبة التحرير من دمائهم هم. أنتم لكل أسير محرر يا ورود ويا صدقي ويا سامر العساوي. بعد قليل نقول أنت اليوم حر وحر وحر. تحية لكل فلسطيني ولكل فلسطينية متواجدين معنا، تحية لمجموعة فلسطينيات أيضا. أهلا وسهلا بكم السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات. تنصهرون اليوم في بوتقة رواد هذا الكونسرت الفني الوطني الملتزم، جايب لسلام من المثلث والنقب والجليل والجولان المحتل. وهذا التميز المغزول بضخامة عدد العازفين وفرقة الفنانة سلام أبو آمني، والتي تضم 16 عازفا من مبدعي هذا الوطن، وباقة من الأغاني الوطنية التي تبحث وتحاكي قضايا الوطن وكرامة الإنسان. سلام أبو آمني فنانة عزفتها الكلمات على ناي قرية مهجرة وقيثارة الحنين للعقد القديم، وترانيم صباح موشح بميلادي رائحة الخبز وقهوة جدي. تجدها تحت ظل شجرة ارتوت بدموع اللاجئين النازحين في قرية السجرة، ترثي شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب لتغني كلماته بصوته صادق. تحية لأبو عرب. أحبت العود فرد لها الوفاء بالمثل، عاشقا أناملها وروحها، صوتها سوسنة بحرية مخملية على شاطئ صخري، على شاطئ بحر كان لنا وصار لنا وسيبقى لنا، ربما بحر يافا. جآشة حنجرتها بشموخ الجليل وصمود النقب وبسالة المثلث وكرز الجولان الصامد المغوار، جمعت بصوتها فسيفساء الوطن وجدارية الحياة لتغني للقدس سلام. القدس طفلتنا محروقة الأصابع، سلام التواضع المرصع بشموخ النفس وحب الفكرة والإنسان والأرض والوطن، سلام الروح وطمأنينة الفؤاد والصوت العذب الذي يغزو القلب ويأبى الهجرة رغم تتابع النكبات في حياتنا. أدعو السيد علي السلام رئيس بلدية الناصرة ليفتتح هذه الأمسية بكلمة ترحيبية، فليتفضل. مساء الخير للجميع، باسمي واسم كل أهل الناصرة نرحب بأخوتنا أسرى الأمنيين من كلكم، أهلا وسهلا ببيتكم، أهلا وسهلا بوطنكم، وأهلا وسهلا بالجميع. حضرات الإخوة والأخوات المحترمين، الحضور الكريم، الناصرة كانت وما زالت وستبقى العاصمة للجماهير العربية ومركز إشعاع ثقافي وفني، وهذه الأمسية للفنانة المتميزة النصروية الأصيلة سلام أبو آمني جاءت لتؤكد على البعد الفني الثقافي الإنساني للفنانة نفسها وللناصرة
المدينة التي تربط فيها سلام. وهنا أحب أن أؤكد عن دعمي اللا حدود لكل المبدعين والمبدعات من أبناء الناصرة، وكذلك للفنانين والمبدعين الوافدين إليها من كل مكان. تابعت وسأتابع من خلال رئاستي للبلدية الناصرة كل الأنشطة الفنية في المدينة، وخاصة هذه الأمسيات التي تحمل الهوية والانتباء للوطن، هذه الأمسيات التي تتغنى بفلسطين والقدس والناصرة وكل قرية وبلد يتواجد بها شعبنا الصامد الباقي في وطنه متحديا وشامخا. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، يتواجد بينكم في هذه الأمسية الفنية الملتزمة أسرى الحرية أبطال شعبنا العربي والفلسطيني، ممثلين بالأسير اللي بعده مش واصل، يمكن إذا بصل بيكون كمان أهلا وسهلا فيه، بالأسير سامر عساوي الذي أضرب عن الطعام لمدة طويلة، فهو السجان بصموده، فقهر السجان بصموده وعزمه، وكذلك الأسير صدقي المكت من حيك يا أخ صدقي، عميد الأسرى من الجولان المحتل. باسم الناصرة وأهلها وباسم إدارة البلدية ومجلسها، أحيي الأخوة الأسرى المحررين في الناصرة قلب العروبة النابض في هذه الأمسية الفنية. ونعود لسلام أبو أمني التي أحيت العديد من المناسبات الوطنية وغنت للوطن وللإنسان وللقضية، واعتلت المنابر والمسارح والمهرجانات المحلية في الداخل الفلسطيني وفي العالم العربي. هذه الفنانة وفرقتها الموسيقية ستلاقي كل الدعم من بلدية الناصرة. في النهاية لا يسعني إلا أن أحييكم في هذه الأمسية، متمنيا للمبدعين والمبدعات كل النجاح والتوفيق، ومعا على ضرب الفن الملتزم الذي يحاكي قضايا الناس ويحمل آلامهم وأمالهم. عشتم وعاش فنكم، دمتم ودامت الناصرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن النبات والخل أنا من بير الأمير أنا من بير الأمير أنا من بير الأمير ناسها أغلي أهلي وصمان ناسها أغلي أهلي وصمان أنا في منهم أنا في منهم ومنهم كبريا I'm